سلامة يا جماعة، اليوم باش نحكي لكم ذكرياتي الجميلة كي نكريو دار خلاعة. يا سيدي بنزيدك احنا قاعدين، يجينا راجل خالتي يقرش شو نكرو في دار خلاعة، لمد باشنا كل واحد وفايليشتو. نركبوا في الكهرباء، كل احنا اش مركبنا في الكهرباء، وصلوا للسفنية وتقف بينا بان. نهبطوا بالكهرباء ونقعد ندزوا فيها من تالي ويحن علينا ربي وترجع تخدم، وفي نفس الوقت مرفوسين فوق بعضنا كعبة البطاطا وحاطين هو اللي رانا مش على كريتا على بغلة. نوصلوا للثنية والحمد لله علينا كي وصلنا. رجل خالتي راه واحد يبيع في الدلاع من بعيد، شكون اللي باش يهز معاه اللي هو انا بتبيعة وفين يحطها فوق حجري، خاطر هو فرح تاخذ ثلاثة دلاعات، دلاعة عندي ودلاعة عند خويا الصغير ودلاعة عند ولد خالتي اللي هو ولده. نوصلوا ونبداو امشي ايجا امشي ايجا ويمشي امشي ويجي ويجي ويمشي فينو غزالي فينو هو لو اي بارلا واحد موبيل، لو اي جيبي ما شفتي، جيبي دابوس الشامبوان تاعي، جيبي دابوس الجلدوش تاعي، ايجا بسيط شي من عند العطر اللي بجنبنا. وعلى فكرة العطر اللي بجنبنا في اخر الدنيا. بعد هذا الكل اللي بدأش كش نمشي نهبط نعوم، جيني بابا يقول لي لا تهزهم معاك. علاش؟ على خاطر هو باش يرقد وفي العشية باش يخرج وحده. نهزهم معايا ويبداو اللي طشك واللي دزك واللي يبرك فوق باش يقتلك، واللي يعمل روحه غرق باش يفجعك، لين نروح وتولي عيني تغمز وحدها. ندخل باش ندوش، تلقى تواليت بالصف وتقعد تستنى نص ساعة، وحتى كي مش تقول على روحك يزمك تقعد تستنى نص ساعة. نمشي نكونكتي باش نشوف اش فما جديد، تلقى الانترنت وفيت. علاش؟ على خاطر بابا يتفرج في الاخبار، وراجل خالتي يتفرج في الكورة، ولد خالتي يتفرجوا في الكوميك، وامي وخالتي يتفرجوا في الطبخ باش يشوفوا شنو يطيبوا غدوة. تيجي تشوفهم فيش قاعدين يعملوا، تلقاهم كل واحد لاهي. نمشي نخرج انا نشري كعبة جلاس بالسرقة، انا جينا ناكلها ويتلموا عليا عرش قريش. واذا جيت باش نعمل فيديو غادي اش باش يفض اش باش يسلكها، لازم يجيك واحد بيقول لك ايش باش تزول بقى من طلعت لي انت ارجع فين ما كنت. المهم وطوي يا جماعه الفيديو نتاع اليوم، وفي اذا عجبك الفيديو ما تنساش باش تعمل جيم وتعمل بارتاج، وخاصه كومونتير قولوا لي رايكم. وطوي باي.